السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعينا على اليوتيوب، كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. هنعمل النهاردة أكلة لطيفة، كيلو لحمة، ثلاث بصلات كبار وبشريهم. الأكلة دي عبارة عن إيه؟ كفتة وتحت منها فرشة بطاطس، كل ده في ورق ألمونيوم في فويل. حطينا الكفتة، حطينا السبع بهارات، شوية فلفل أسمر حلوين كده، وكمان ما ننساش ذرة ملح، مش ذرة يعني ربع معلقة، عشان الفلفل والملح في الكفتة بالذات أنا ما بحبش الملح كتير، لو زودت الملح تبقى حادقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتخلطي البصلتين ثلاثة اللي انت عاملاهم مع خضرة مع اللحم، في اناء اخر، ونبتدي نجيب الفرشه اللي هنعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس مقطعه شرايح حلقات كده زي ما احنا شايفين، ملح وفلفل. خلوا بالكم البطاطس بتاخد ملح يا باشا. بصل، جزر مبشور، حلقات طماطم. الأكلة بسم الله ما شاء الله راحتها جايبة، وبرضك معلقة من السبع بهارات. هنقلب كل الخلطة دي كده مع بعضها زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي مع بعض نعمل ورقة اللحمة اللي فوقيها كفتة بدل قطع لحمة. يعني أنا عندي أحد ولادي ما بيفضلش قطع اللحمه خالص، لدرجه ان احنا بنهددوه عشان ياكل قطعه اللحم بتاعته، لو ما اكلتش اللحمه هناخده منك الموبايل، حاجات زي كده. فاحنا الحل الوحيد هو بالنسبه له ان هو بياكل كفته، فاحنا بنعملها بالكفته. دورة ألمنيوم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم ورقتين كمان جوه ورق الألمنيوم. على فكره يا ريت نحط ورقتين ألمنيوم جوه بره، مش ورقه واحده، عشان تبقى بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد جزء من البطاطس وشه مع الجزر والطماطم. طبعا بتبقى الاكله دي تحفه، جميله جميله بجد. الريحه اصلا بتاعتها توكل. ما تعمليش طبقه تخينه قوي يعني عشان تلحق ان هي تطيب بسرعه. الاكله دي بتاكليها بعيش ان شاء الله زي احنا بنحبها بعيش. في ناس بتحبها برز، هي حابه ان انت تعمليها برز ماشي، عيش رز اللي انت عايزاه. طيب بدل اللحمه هنحط صوابع كفته. طيب ممكن ناس تقول لك لا انا مش عايزاها صوابع كفته، احنا عايزينها من بطاطس. ماشي نعملها من بطاطس، بتبقى كرات من اللحمه بس. وانت بتقفلي ما تضغطيش قوي عشان ال 100 بولز بتنها 100 بولز، ما تبقاش اقراص بولز، ما تبقاش اقراص لحمه، ما تبقاش سيركل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي انت عايزه تعملي كل واحد قد ايه، ثلاثه مثلا، اربعه، على حسب ما انت حابه ان انت تعملي. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، هنكمل عشان الفيديو ميبقاش طويل ونرجع له.